السلام عليكم خوت، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد، رياكشن جديد على قناه لوكال ميكس براك. مول الصوت لا واحد ديسك لاك بوز فلو تيتر ديال التراك تيتانو ماركي مشابكه كلاشات، ما عرفناش واش مول الصوت داخل معاهم في المعمعه، حيت كنظنش انه تجبد في الكلاشات ديال بوز، ما كنظنش ان داك الشيء مخدوم داخل فيه حتى مول الصوت معاهم، ولكن رب ضارات نافعه. شحال من حاجه كتكون في صالح شي واحد ما كانش في البلان كاع، ما كانش مضروب في الحساب. قبل ما ندوف رياكشن ما تنساش لك تاول مره كتشاهدنا على اليوتيوب انك ضغط زر الاعجاب، اشترك في القناه، تفعل الجرس وكتب اشترك معنا، ما تنساش انك ضغط زر الاعجاب وتخلينا واحد كومونتير من بعد الانترو ندوف رياكشن ديالنا. وانا لوبي في البيت دندن دانداني غادي مع تيمبو بلا ما نحس فلو مع ناس تريون توب لايني، غير خلي البيت مطلق وزيد في الجيم راح كمل الجيم لوكو في الراب لوكو في التراب لوكو ميكس برو مول صوت تيتانو ماكي. بلان ديال لارت وورك جوج محمرين في بعضياتهم، جوج غي واحد فيهم غياكل الاخر. يا جبت الحساب لي من شحال مكمش فوراقي، مرحبا بك في اخر حلقه ديال تيتانو ماكي. شي زوين الخوش والله، شي زوين فلو اولد سكول، ميلودي بيانو ناديه وكلاش نادي، غنسمعو كلاش اولد سكول دابا. يا جبت الحساب لي من شحال مكمش فوراقي، مرحبا بك في اخر حلقه ديال تيتانو ماكي. كيما سيطامه باقي قاد نطاكي وناطاكي، نقال قلاوي وانت زفر من ريحه كينطاكي، كليتي كلشي ودستي حتى الاولاد، عينك غا في الاطس بلا ما تقول كنربي على البلاد، نورمال تغاو نورمال قال لي عينك في الاطس كتقول كنربي على البلاد، نفس البونش اللي كانت عطاتو فاميليا عطاتو البوز. زيد دوك تشانتالوتات زبلها جواد ما حد دوراك جمهورك عباد، واشنو ندخل معاك تانا الماء زبلها جواد ما حد دوراك، جواد كيقصد وقيلها بيرمودا، ما حد دوراك جمهورك عباد. المهم بلان هادشي اللي فهمت انا، راك جمهورك عباد واشنو ندخل معاك تانا المحاريم، ولاد الكريشه فاس اللي راه سميتها كتبدا بالميم، باش غادي تجاوب وانت عارف اخبارك. المهم هذا ميساج شيفري غيفهموها بوز، فهمتي؟ والناس اللي دايرين بلونتوراج انا ما فهمتش، ممكن قصد شي وحده راه سميتها كتبدا بالميم، باش غادي تجاوب وانت عارف اخبارك، واصلني غادي رود الميكا ويلا سولوك غصبق الميم. ويلا سولوك غصبق الميم، سولوك قول ما عرفتش. خوت مول الصوت ما كنظنش انه داخل في البلان، باش نكونوا فاهمين، مول الصوت حاس براسو تقاس ناض جاوب اولا، المهم شي كاين اللي تيقول باغي يركب على الموجه هو باغي يبان في الصوره، ولكن راه ما تجبدش في الاوبي باش نكونوا فاهمين. على حسب ما فهمتش انا، ما عرفتش اللي جبدوا في شي تراك، الخوت صحوا ليا في لي كومونتير، حيت مول الصوت ما تجاوبش، ما جاوبو حتى شي واحد، يعني المده الزمنيه بين اللي فيها التراكات كاملين وهاد الكلاشات كاملين، راه كتلقى تراك كونتراتاك ديالو غدا، تراك تلاح عاوتاني اليوم كونترا في الصباح، كونتراتاك ديالو في العشيه، اوبي كان موجود، اوبي راه كان موجود الخوت، راه مكتوب ومريكوردي ومخدوم كيتخدم في ميكساج وماسترينغ وصافي، ملي كيوجد كيقول لك ها نهار اش غنلوح الاوبي. انت في الاوبي كاينين دي كونتراتاك كاينين، الروابا كلاشاوك من بعد ما ديكلاريتي بان الاوبي كاين، كتسنى غير يتلاح نهار 30 ولا 31، واش فهمتوا البلان خوت؟ راه هادشي راه هادشي كيدخل الشك. كيف صحيب الدعوة اللي باطاك كون بطل وخطع لك ليغو تريب مني دير كونتراتاك، عقنا بالخطة انت كتبي في غير اللي معاه لاطارت، وداك اللي نوامرو ناقصة واخا جديد كتسمك هالبطار. لا اللي عقنا بقوالبك، انت كتبي فيها غير مع اللي عدوا الارقام، يعني غير مع اللي عدوا الفيوز بزاف وعدوا اللي مشهور بالعربيه، كتبي فيها معاه باش كتطلع الارقام ديالك، اما اللي عنده الارقام طايحه يعني اللي ما عندوش متابعين كثار وما كيجيبش لي في بزاف، كاع ما كتجاوبوا، كاع ما كتجاوبوا خاي كلاشيك، حيت انت الهدف ديالك هو الارقام، ماشي الهدف ديالك هو انك تجاوب وتدافع على راسك ولا تخدم الراب البلاد كما كتقول. بلان خطة انت كتبي في غير اللي معاه لاطارت، وداك اللي نوامرو ناقصة واخا جديد كتسمك هالبطار، غابوي لوف بوز وقادي غراضي نصوفي لونتوراج والحمد لله الوالد راه شناهي غابوي لوف بوز، بوي لوف بوز راضي نصوفي لونتوراج والحمد لله الوالد راه راضي، خليني ساكت بلا ما نجبدو ليك التفاصيل، واش ديجا راضي عليك باك الشيخ دريساس الراضي، الكاترويت عوينا كاع منا نسقو، اول صوت دوا في الاطلس اجي فيها غلصقو، تحمستي يا جواد محترم تيشا اللي سبقو، ما قلتي تا اللي عاد بدا وديتي تا العروه رزقو،
واي دوسي ايطالي البيطالي كترا ليك تبغيتي تشم الريحة اللي تحت بيطاني هاك سمع لباقة شي ودن شيطالي كل فلاح مات في بيف غي جيبو خبارو تلي في الايطالي صوبر لاري شكون كاين في الايطالي الخوت داخل في هادشي حيت انا كيما قلت لكم راه ما متبعش مزيان هادشي انا راك ريحت على التراك ديما كنقولها لكم راه ما عنديش علاقه وما كنتسوقش الحياه ديال الارتيست الشخصيه وشنو كيدير في تيك توك ولا شنو كيدير في انستغرام ولا شنو كيدير في الحياه ديالو ما كيهمنيش داكشي انا اللي كيهمني هاد 3 دقائق ديال التراك وسالينا لا باقا شي ودن شيطالي كل فلاح مات في بيف غي جيبو خبارو تلي في الايطالي صوبر لا ريفو لا لارطا لا كيتامين طحتي في واحد كتا فوق صاحو غا بالقصو الفيتامين ني غادي تشدني دابا السي القاري موصم تا واحد كاع ما كاين عندو تاقارين زندا العافيه اللي شعلت فيك غادي تبات تفكر كي غدير باش تجاوبني باش تنجاو تزيد نصحك كملها وارتاح واخا غتنكح حتى تكبر وغتنسى ولدي اجداك تشوفني حيط قصير طلعت شي الفوق خايف طيح خايف طيب خايف طير طلعوا قال اجداك تشوفني حيط قصير دونك بوز جبدو مادام على حساب الليريكس اللي قريت دابا هادشي اللي كيقول مول الصوت بوز راه جبد مول الصوت اجداك تشوفني حيط قصير طلعت شي الفوق خايف طيح خايف طيب خايف طير طلعوا باش خربقوا لهاد الراب البارامتر ونتايا بحال داك جدي كبر وبقى في غشك ونقير بصح انا راه ملي شفت الفاميليا جاوبات قلت له اول حاجه قلت في الرياكشن خوت واش شي واحد لعب في البارامتر ديال الراب المغربي حيت بقينا فاهمين والو بصراحه الراب في المغرب حاليا هادشي اللي واقع راه مابقيتش فاهم والو واش باقي الراب هو الراب او لو ولا بحال الشكل ديال داكشي اللي كنشوفه في تيك توك ما فهمتش والله با خوت شي واحد يفهمنا راه هادشي راه بزاف صراحه كتبغي ما امكن تقول لا حقا راه ولكن كاينين شي حوايج كيخليوك تشكى صاحبي فهمتي واي واي ام اس دوز حي بلان باقا مشابكة بيفات وهادشي هادشي في صالحنا هنا اللي كنسمعوا الراب الناس اللي كيبغي يعجبهم يسمع الراب راه في صالحها حيت بيفات تكونوا فهمتي بنادم كيستنى فارغ الصبر شكون غيجاوب شكون اللي ما غيجاوبش امتى غتجاوب امتى ما غيجاوبش بلانات فهمتي تحرك الراب احسن حاجه اللي دار بوز في هاد الاو بي ديال زنده زنده مزيان فهمتي مع هاد البرد اصلا علاش ما يدار في هاد الموفيطه بلاد بعدا يتلاها ويسخن شويه مع التراكات الحارين هادشي اللي كاين كانت ندير رياكشن ديالنا على تراك مول الصوت تيتانو ماكي كلاش بوز فلو الا كنت اول مره كتشاهدنا على اليوتيوب ما تنساش انك تضغط على الاعجاب شارك قناه تفعل الجرس وكتب شارك معنا ما تنساش انك تضغط على الاعجاب شكرا لكم على المتابعه تلقاو في رياكشن اخر ان شاء الله.